مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح أختي الفلاحة، فبعد ما قدم لكم برنامج المثمر التقنية الزرع المباشر، الأهداف والركائز ديالو، الدورة الزراعية والحفاظ على بقايا الفلاحات في بلادك، فحلقة اليوم غدا تمكننا باش نعرفوا آلة الزرع المباشر أو السموار ونضبطوا الكمية ديال الزريعة. فهي كتكون من آلة بدر تقليدية مع بعض إضافات مهمة واللي هي الساس، فهي متكونة من صناديق كنوضعوا فيهم الزريعة والانجري وقنوات كتوصل الزريعة والانجري للأرض، وزيدين فيها عناصر خاصة كتشق التراب وكتحط الزريعة والانجري في الغرق على حساب نوع الفلاحة، ومن وراها كنلقاو قطع أخرى اللي كتغطي الزريعة والانجري، فكتمكننا عملية الزرع مباشر من الاقتصاد في كمية الزريعة لكل هكتار بنسبة كتوصل 50% مقارنة مع الكميات اللي كيستعملها الكثير من الفلاحة بالطريقة الاعتيادية. 120 كيلوغرام في الكتار الواحد من البذور المختارة في المناطق البورية الجافة والشبه الجافة على حساب النوع كافية، وكتضمن لينا باش نوصلوا معدل كثافة 200 نبتة في المتر مربع وتفرخ مزيان، ويمكن نزيدوا في كميات الزريعة في المناطق البورية الملائمة والمناطق السقوية باش نوصلوا معدل بين 300 و 400 سبولة في المتر مربع، واللي كيضمن لينا إنتاجية مهمة وجودة مقبولة. أخي الفلاح أختي الفلاحة، وهاد النتيجة كنوصلوا لها بفضل إمكانية ضبط البدارة والزرع بالكمية اللي بغينا، وكذلك بفضل التوزيع مزيان الزريعة واللي كيساعدنا باش نستغلوا المساحة مزيان. نفس الشيء بالنسبة للانجري ديال سباق الأرض، بحيث كتقوم البدارة بالتوزيع ديالو بطريقة مركزة كتسهل الاستغلال ديالو مزيان من طرف المزروعات ومن شتو وتستافد منه غير الأعشاب الضارة. بالنسبة للبدارات اللي عندها موزيع بتحويل ميكانيكي واللي كنستعملوها بكثرة، هي كتميز بواحد التناسب ديال صبيب البذور مع الضبط ديال الآلة، وهنا لازم الريكلاج ديالها يكون متناسب مع هذه المعطيات. في الخطوة الأولى كنحدو كمية الزرع في الهكتار بحساب الكمية اللي كنزرعو في 100 متر مربع، أي كمية الزريعة مقسومة على 100. والخطوة الثانية كنحددو المسافة واللي لازم نقطعوها باش نزرعو 100 متر مربع، أي 100 مقسومة على عرض الزريعة ديال السموار بالمتر. أخي الفلاح أختي الفلاحة، في الخطوة الثالثة كنحدو المحيط ديال العجلة اللي كتجر السموار، إلا كانت عجلة القيادة معدنية يكفي نعبرو المحيط ديال العجلة، وإلا كانت عجلة القيادة مزودة بنو ويمكن يتشوها بالتقل، هنا كنحدو المحيط ديالو وكنديرو واحد علامة على جنبو، العلامة تكون من تحت حسن، وكنحطو متقب بذور على الأرض وكندورو الرويضة 5 إلى 10 دورات، وكنعبرو المسافة اللي قطعنا، وهنا كنقسمو هاد المسافة على العدد ديال الدورات اللي درنا وكنلقاو المحيط الدقيق ديال عجلة القيادة. والخطوة الرابعة كنحدو عدد دورات المحرك الأساسي واللي كتمكننا باش نفرقو الزريعة المسافة اللي حددنا في الخطوة رقم 2، أي المسافة اللي لازم نقطعوها باش نزرعو 100 متر مربع مقسوم على المحيط ديال العجلة اللي كتجر السموار. أخي الفلاح أختي الفلاحة، في الخطوة الخامسة أنا لازم نتحققو من طريقة الريكلاج والتوجاد، بحيث كيتم بالتتبع ديال عملية الزرع كالتالي: كنوضعو كمية صغيرة ديال الزريعة في الوعاء، كندورو عجلة قيادة الموزع، كنوضعو خيش أو قطعة ديال التوب أو بلاستيك تحت متقاب البذور باش نجمعو الزريعة بسهولة، كندورو عجلة القيادة بعد الدورات المحددة، كنجمعو الزريعة اللي نزلات وكنوزنوها، كنعدلو الفتحة ديال الموزع إلا كان ضروري. وبهذا أخي الفلاح أختي الفلاحة تكونوا زرعتوا بلادكم بكري بلا ما حرضتوها واقتصدتوا في الزريعة، وتكونوا حطيتوها هي والانجري في المكان المناسب للكمية المناسبة وفي الوقت المناسب، وتكونوا نقصتوا في المخسور وحسنتوا الإنتاج ديالكم. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.